وكملت الدستة. غادة عبد الرازق تعلن زواجها الثاني عشر من مدير التصوير هيثم زانيتا. أعلنت الممثلة المصرية غادة عبد الرازق زواجها من هيثم زانيتا مدير تصوير أحدث مسلسلاتها سلطان المعز، حيث يعد الزوج الثاني عشر لها. وصرحت غادة عبد الرازق بأنها احتفلت بعقد قرانها أثناء تصوير المسلسل على أن يقام مع حفل زفاف بسيط بعد العيد وتنوي قضاء شهر العسل في الجونة. وتشارك النجمة غادة عبد الرازق في السباق الرمضاني 2020 بمسلسلها الجديد سلطان المعز، ويشاركها البطولة محمود عبد المغني، دينا، محمد لطفي، ومن إخراج محمد بكير. يذكر أن غادة عبد الرازق تعاونت مع هيثم زانيتا في مسلسل حكاية حياة الذي عرض في رمضان 2013، وخرجت شائعات وقتها تفيد بارتباطهما ولكنها نفت ذلك. وكان أول زواج لغادة عبد الرازق في عمر 17 عاما، موضحة أن الزيجة الأولى هي التي أنجبت منها ابنتها روتانا بعد عام من الزواج. كانت النجمة غادة عبد الرازق قد اعترفت للإعلامية عايشة عثمان في حلقتها ببرنامج عايشة شو أنها لا تتذكر تزوجت 10 أم 11 مرة. وصرحت غادة: تزوجت 4 أو 5 مرات قبل مسلسل زهرة وأزواجها الخمسة، واستكملت بعد المسلسل وأعتقد حوالي 10 أو 11، ولكني الآن مهتمة بروتانا والأحفاد. وسألت الإعلامية عايشة عثمان النجمة غادة عن نيتها في الزواج مرة أخرى لتصرح: ربما أتزوج مرة أخرى لو قابلت الإنسان الذي يحبني كغادة محمد عبد الرازق وليس النجمة. وأضافت غادة أنها لم تتزوج في السر أبدا، وليس لديها مشكلة في الزواج من شخص أصغر منها، وأنها تطلقت 3 مرات بسبب الخيانة، وأكثر شخص ندمت على تركه هو والد روتانا، وما زالت تربطني به علاقة جيدة، وتطلقت من محمد فودة لكي لا نخسر بعض على مستوى الصداقة.